السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. بهذا الفيديو إن شاء الله أنقل كلام للباحث الكويتي والسياسي السابق عبد الله النفيسي بخصوص الشخصية العظيمة، شخصية السيد السيستاني حفظه الله. هدف هذا الفيديو حتى أبين للشخص الشيعي إذا أكو إعلامي، إعلاميين، إذا أكو شيخ متمشيخ، إذا أكو عمامة، إذا أكو شخص يدعي إنه شيعي ويطعن بالسيد السيستاني، أقول له تشاهد بهذا الفيديو أو ستسمع كلام من كبرى الصحف العالمية ومن كبار المحللين، وأيضا كلام لعبد الله النفيسي عن قوة وتأثير هذه الشخصية العظيمة التي نتبعها التي يتبعها الشيعة الآن. فيجب أقول عليك ألا تسمع لفلان وفلان 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 وما أكثرهم. يجب عليك أنه تحس بهذه النعمة الموجودة عندك، وجود السيد السيستاني حفظه الله. سوزان ساكس كتبت في نيويورك تايمز يوم الاثنين الماضي، تقول بأن السيد علي السيستاني الذي يبلغ 73 لم يغادر عتبة بيته منذ 6 سنوات. وكتب اليوم سكوت بيترسون في كريستيان ساينس مونيتور أن السيستاني رجل زاهد فقير يسكن في بيت مستأجر. وكتب مايكل هيرش في عدد نيوزويك الأخير أن السيستاني وليس بريمر هو أقوى رجل الآن في العراق. هل عناصر القوة التي يستمدها هذا الرجل الذي وصف بهذه الأوصاف في 3 من كبريات المصادر الإعلامية الغربية ومن صحفيين بارزين فقط من الكثافة السكانية للشيعة، أم أن في يده أوراق أخرى؟ هذا سؤال مهم جدا يا أحمد. الشيعة كطائفة سياسية وليس كطائفة دينية تشتمل على رمزيات كثيرة، ومنها رمزية القيادة، هذه الزاهدة العازفة عن الدنيا والمنطوية على نفسها في حالة من التأمل والتعبد والزهد. وهذه من أيام كاشف الغطاء ومحسن الحكيم رحمة الله عليهم أجمعين والسيستاني ومن سبقهم من الأئمة في العراق وفي النجف بالذات. هذه الرمزية هي التي تعطي السيستاني قوة. أنت إذا زهدت فيما عند الناس أحبك الناس، إذا زهدت في ما يتهافت عليه الناس نظر إليك الناس. وهذه فلسفة في القيادة. أجزم بأن الشيعة أصبحوا يتقنونها، فهذه واحدة. الثانية أن الشيعة يؤمنون بأن الإمامة هي ركن من أركان الدين، ولذلك ثم التراتبية قيادية لدى الشيعة في العراق لا يتمتع بها الفئات الأخرى اللي ما عندهم التزام بالإمامة. فهذا عامل آخر ثاني يلزم المقلد بالفساق. أممت كلها ولم يعد هناك وقف. نعم، كان الوقف يجعل العالم يقف في وجه السلطان ولا يخشى منه. الآن هذا غير حاصل، بينما الشيعة عندهم هذا المنحة للاستقلال الاقتصادي عن السلطة، وهذا أعطاهم قوة وثقل اجتماعي. الثلاث عوامل تعطي السيستاني أو تعطي النجف بالأحرى قوة سياسية رهيبة في العراق. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. مثل ما استمعنا الى كلام الباحث الكويتي عبد الله النفيسي، اكرر هدف هذا الفيديو وبعد الحدث الاخير والخبر الاخير، اقول يجب عليك انه انت تعرف من الذي يعادي السيد السيستاني حفظه الله. نعم، كبار المنظمات والدول الغربيه تحارب السيد. اقول واكرر يجب عليك انه تحس
وتطرد اولا تحس بنعمه وجود السيد، وتطرد كل شخص يشكك بوجود هذه الشخصيه العظيمه وادوار هذه الشخصيه العظيمه المتمثله بمرجعيه النجف الاشرف. تقبلوا تحياتي، احفظ الله السيد وفي امان.